مأساة إنسانية يعيشها أهالي منطقتي المرج وعزبة النخل بعد تعرض كوبري الشيخ منصور إلى الانهيار في الساعات الأولى من فجر الثلاثاء بسبب انفجار اسطوانتي غاز داخل إحدى العشش أسفل الكوبري. من جانبها أوضحت وزارة الصحة أن الحادث أسفر عن مسرع أحد رجال الحماية المدنية وإصابة اثنين آخرين حتى الآن، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق. وقد أمر النائب العام المستشار هشام بركات بانتقال فريق من النيابة العامة لموقع الحادث للوقوف على أسباب الانهيار، كما أمر بركات بانتداب لجنة فنية هندسية لإعداد تقريرها حول أسباب الانهيار، وكذلك مخاطبة الهيئة العامة للطرق والكباري لتحديد المسؤولين عن عمليات المعاينة للكوبري وتحديد الجهة التي قامت بتشييده. من جانبه قرر وزير الإسكان المهندس إبراهيم محلب الدفع بعشرات العمال من شركة المقاولين العرب الذين أزالوا بعض الحواجز الحديدية المتواجدة على الكوبري للبدء في عملية ترميمه، كما وجه محافظ القاهرة دكتور جلال مصطفى سعيد بتخصيص وحدات سكنية بشكل عاجل للأسر المتضررة جراء الحادث.